وللأسف الشديد هنالك جهود فلسطينية وعربية، هنالك وفد عربي زار عدة دول وسيستأنف زيارته إلى واشنطن، لكن دعني أكون صادقا معك، الإدارة الأمريكية لا تأبه بشيء، صح كل ما يهمها هو إسرائيل وأمن إسرائيل ولا يعنيها أي شيء آخر. نحن في مواجهة يومية مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة عبر السنوات الطويلة الماضية، طيب وكنا نحذر دائما أن انفجار الساحة الفلسطينية واستمرار احتلال القدس سيؤدي إلى احتراق المنطقة بأسرها، وهذا ربما تشاهده ما يجري في المنطقة حولنا سواء في سوريا أو في لبنان أو في اليمن أو في العراق أو في كل مكان. طيب معالي الوزير، والكارثة الكبرى، يعني والكارثة الكبرى، بما لك من والكارثة خبرة، الكبرى هو اتفضل. الكارثة الكبرى هو ما تسعى إليه إسرائيل، هو بالضغط على الشعب الفلسطيني لأن يخرج من أرضه، لا هنوصل وهذا للنقطة دي، بس قبل النقطة دي لو سمحت لي، أنت لك باع كبير في تاريخ فلسطين السياسي، ويعني العالم العربي كله شاهد تحركاتك ليس فقط في عصر الرئيس أبو مازن لكن قبل الرئيس أبو مازن. في وجهة نظرك، كيف سيكون شكل الحكم في غزة، أو ماذا يقترح عليكم الأمريكان لشكل الحكم في غزة، أو هل يعني تطرقتم لهذا الأمر أصلاً؟ رفضنا الحديث مع الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي يريد تجزئة القضية والحديث عن قطاع غزة فقط، وقلنا لهم القضية الفلسطينية لا يمكن تجزئتها، القضية الفلسطينية تشمل غزة والضفة والقدس الشرقية وبمقدساتها، وبالتالي قضية الشعب الفلسطيني هنالك منظمة التحرير الفلسطينية تتولى المسؤولية عنه وتتولى تحمل مسؤولياتها تجاهه، ونرفض أي نرفض أي رؤية أمريكية يعني كان تتعارض هناك مع رؤية الرؤية أمريكية الفلسطينية. طرحت في هذا اللقاء عن فكرة الحكم في غزة؟ هم يحاولوا تجزئة القضية الفلسطينية وتحويل غزة إلى قضية إنسانية وقضية نزوح وعدوان وفقط، وقلنا لهم عندما أولا يجب وقف العدوان، عندما ينتهي الحرب نحن على استعداد أن نتحمل مسؤولياتنا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أما لن نسمح لكم ولن نسمح لأي جهة إقليمية أن تجزئ القضية الفلسطينية. هنالك مؤامرة، دعني أكون صريحا معك، هنالك مؤامرة قديمة على سيناء وعلى الأراضي المصرية، وفخامة الرئيس السيسي والرئيس مبارك من قبله يعلمون تماما أن هنالك مشاريع للتوطين، وكان الشعب الفلسطيني يرفض رفضا شديدا هذه المشاريع التي لا نقبل بها ولا يقبل بها الشعب المصري ولا القيادة المصرية.